فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن تباع المساويك على درج باب المسجد الخارجي، علما أن المسجد ليس له سور محيط به؟ نعم، كيف له درج ولا له سور؟ أعيد السؤال. هل يجوز بيع المساويك على درج باب المسجد الخارجي؟ هذا له باب وله درج معناه له سور. نعم، فإذا كان خارج الباب فلا بأس، إذا كان داخل باب المسجد فهذا لا يجوز. نعم.